يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 مرحبا ومحمد بن مثيب زيز وملقبيلة كرم ضيوفه وشرف عزوته وكرم لحاها يا ابن ريفة لا لمحت البرق لا تنطح مسيله خللنا النجوم البيض تصفي في سماها البقى والشيخ في كسب ثنا راعي طويله المجالس في عجب كسبت طلبنا الزمان اللي وطبع ضى العرب ما فيه حيلة والمخايل برقها يبرق ولا ادري وش وراها المثل معروف والغاية تبرر الوسيلة لا تعجب يا العبيد والمعاني في سيرها الطموح يقلط الرجال والحملة ثقيلة وهل الضلع المطرف ما دارنا وش وطاها لا تهيب وانت بو صياف خيالك حيلة وانت بلا تاخذ اشوار المشايخ وتعصى هذه الدنيا الدنيا كل ابوها حلم ليلة والله ان ما هي بتستاهل سهر عيني وما ما نقول قصور يا القرقاح فاصحاب الفضيلة العرب تزعل وترضى من خالها في خالها الشداد اللي من أول في مكان فيه ميلة لا تحرون السنين الشهب لا مدت يداها لا تغرب لو يقولون الدواير مستطيلة دارت الأيام والفرصة لقاها من لقا أبشر دون رماح عالط وسيوف صقيلة ودونه قصر شنبات العادي وانتباه يا العبيد ما بقى حاجة علينا مستحيلة وانت هول من كتبها وانت هول من قراها لا تحطون الكثيرة في مقامات القليلة لد عينك للذياب اللي تكوسر في عواها الولد هذا ذكي وعامل أصحابه بحيلة اللي قال جمره دفنها واللي قال تمرك على وثقل خطوة مالك واللي يفرط عزتيله والقبايل ما يشيل أعلامها غير مراها يا المطوع لا تحسب الهيل مثل الجنزبيلة تمرتك في جعبتك يا ابو محمد ما نباها